استاذ معتز قال نقطه مهمه جدا يا سياده النايب، الا وهي انه اجتماعات مع اللجنه الخماسيه. هل حصل يعني حوار بينك وبينهم؟ وحضرتك بسم الله ما شاء الله لك علاقات كبيره جدا ولك قوه كبيره جدا. هل اتكلمتوا معاهم؟ هل شرحت لهم الاضرار او الفوائد؟ ده السؤال رقم واحد. نمرة اتنين، هل انتوا بقى كنادي او عدد من الاندية، معتز برضو النقطة مهمة وباسم النقطة مهمة، الاندية لازم تجتمع تتفق تصل الى صياغة للشكل، في حالة الالغاء ممكن يحصل ايه في المسابقات الفترة القادمة؟ لو احنا تواصلنا برضو مع اللجنة الخماسية، بس كنا بنتكلم على الصعود والهبوط ساعتها، ما كانش فيه لسه موضوع كورونا دوت. نعم. وانا كنائب كنت مقدم برضو طلب احاطة للمعالي الوزير في القصة دي. انه وجت الجيش محمد علي، جمال محمد علي في ده في مجلس النواب. وكنا بنقول له احنا كنا بنعترض على اساس ان كان في جالنا جوابات قبل دي نقطه مهمه نتكلم فيها الموسم. يا ريت توضحها للناس. يعني احنا في شهر 6 جالنا جوابات ان النزول اتنين، الهبوط فريقين. الهبوط فريقين. ممكن استاذنك اشرح للناس القصه عامله ازاي؟ اتفضل. القصه انه تم تخفيض عدد انديه القسم الثاني الى 12 نادي في 3 مجموعات، بقوا 36 نادي. الاتحاد السابق كان قراره 12 نادي بصعود فريق من كل مجموعه الى الدوري الممتاز وهبوط فريقين الى القسم الادنى، وده المنطقي. انت بتتكلم في 12 نادي، الهبوط 2 والصعود 1، تتكلم في 18 نادي دوري ممتاز، الصعود 3 والهبوط 3، فالنسبه والتناسب بتقول العدل والعقل والمنطق انه 12 نادي بيهبط منهم 2. لما جت اللجنه الخماسيه قالت لا، كان لها وجهه نظر انه الهبوط 5 والصعود كما هو فريق واحد، والموسم المقبل دوري محترفين من 24 فريق، وبعد كده في مجموعه واحده، وبعد كده رجعوا قالوا لا هيبقوا في مجموعتين 12 و12. انا بتكلم صح كده يا فندم؟ تمام. اتفضل يا فندم. قال امتى بقى الخمسه ينزلوا؟ نعم، قبل الدوري باسبوع. نعم. كان كل القيد كمان قفل وبتاع وكلام من. هل انت استعدادك كفريق ان انت ينزل خمسه زي استعدادك ينزل اثنين؟ مستحيل طبعا. نعم. فالقصه كانت مختلفه، وده كان وجهه اعتراضنا على الكلام ده. كان ايه رد اتحاد الكوره الدكتور جمال؟ والله الدكتور جمال ساعتها قال يعني احنا لسه ما قررناش حاجه، وكان كلام منطقي بالنسبه لنا. بس ده الاتحاد الدولي عايز كده. فطبعا الاتحاد الدولي عايز كده يعني ايه؟ لا مفيش حاجه اسمها الاتحاد الدولي يعني عايز. وده اللي خلينا يعني كان لينا مقابله مع المهندس هاني ابو ريده. قال لكم ايه لما قابلتك؟ انا سالته سؤال واحد بس. حضرتك انت في الاتحاد الدولي ومثلنا. قول لي، هل الاتحاد الدولي ليه ان هو يقول لك ينزل عدد الانديه قد ايه ونزول قد ايه والكلام ده كله؟ نعم. قال لي لا طبعا. قلت له هو ده اللي انا عايزه. تمام. انت قول الكلام دوت لمعالي الوزير، ان مش الاتحاد الدولي مش هيقول لك تاكل ايه وتشرب ايه. نعم. محدش قال الكلام دوت. انتوا اجتمعتوا بعد كده مع معالي الوزير ولا ما اجتمعتوش يا فندم؟ لا لسه، جت بقى موضوع كورونا وبتاع وكلام من القصه دي. لكن احنا زي ما بتكلم حضرتك، احنا لازم يكون عندنا استراتيجيه. ايوه. احنا هنعمل ايه؟ حلو قوي. هو ده اللي لازم يفكر فيه. ماشي. ولازم اتحاد الكوره او اللجنه الخماسيه يكون عنده سيناريو واحد واثنين وثلاثه. حلو. في حاله المسابقه هتمتد بعد شهر كذا مثلا، 7 ولا 8. تمام. على تمام ماشي، ايه الحل؟ وهل اللعيبه الموجوده عندنا دول هنقدر ان احنا نمدد عقودها ولا لا؟ نعم. وبعدين المصاريف بتاعتهم او العقود بتاعتهم هنعمل فيها ايه؟ الكلام ده كله هو لازم يقول لي ولازم يساعدني فيه. ده ما حصلش خالص. ما حصلش حاجه خالص. طيب، في حاله ان هو مش هنعمل الدوري اتلغى لاي ظروف الموجوده دي دلوقتي، ايه الحل؟ نعم. لازم يكون في واحد سيناريو واثنين وثلاثة. انت ما بتقولتيش الكلام دوت. هل المفروض ان انا كأندية اقول لك الاتحاد نعمل ايه؟ والله احنا ممكن نجتمع كأندية، بس تعرف بقول الاجتماعات دلوقتي بقت صعبة. لا يا سيدي، ممكن نرسل بعض في مليون طريقة، يعني نرسل بعض ان احنا نرسي على حل في حالة مثلا فيديو كونفرنس. لا لا بلاش الفيديو ده، في يعني فيس تايم. ماشي ماشي ماشي. ازيك ووحشني واخبارك ايه وما بتضحكش ليه والدنيا يعني بقت حلوه دلوقتي؟ يعني مفيش احنا اولادنا قاعدين في بيوتهم دلوقتي بنجيبهم بالطريقه دي يعني، او يعني اي تليفون يعني انا تليفون عادي يعني. القياده السياسيه يعني بشكر طبعا القياده السياسيه والوزراء ورئيس الوزراء، يعني فعلا على اعلى مستوى بيديروا ال 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 الموضوع. وحطيش حد حطيت سيناريو واحد واثنين وهو المفروض دي ازمه ويكون عندك مجال لحل الازمه. ازاي يكون عندك مجموعه بتفكر؟ انا مش دلوقتي احنا حاطين ايدينا على خدنا مستنيين ايه اللي يحصل بكره. صح. نعم. لكن احنا عارفين في سيناريو واحد واثنين وثلاثه، في السيء والأسوأ والأسوأ الأسوأ. صح. نعم. بكون في الولايات كل رئيس الوزراء بيفضل يقول كده يعني، المفروض كده. نعم. احنا فين بقى؟ فين اتحاد الكوره كده؟ مفيش خالص، مفيش حاجه خالص، لم يحدث اي نوع من انواع ولا اي حاجه خالص.